السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نقوم بالتعرف على طريقة لحماية حسابك جوجل من خلال إضافة خاصية المصداقية الثنائية عن طريق التطبيق التابع لشركة جوجل. هذه الخاصية عندما لا تتوفر مثلا على رقم هاتف، يمكنك استخدام هذا التطبيق الذي يجب عليك أن تقوم في البداية أن تقوم بتثبيته على الهاتف الخاص بك. بعد ذلك سوف تقوم باتباع الخطوات التي سوف نقوم بشرحها للإشارة. فبالنسبة للروابط تجدونها إن شاء الله أسفل الفيديو. الآن سوف نذهب إلى الشرح. في البداية سوف تقوم بالدخول إلى حسابك جيميل أو جوجل. بعد الدخول إلى حسابك تذهب إلى الصفحة الرئيسية بهذا الشكل. يمكنك الولوج أو الدخول إلى صفحتك من خلال النقر على هذه التطبيقات على هذا الشكل، ثم تختار الحساب. أنا قمت بالدخول إلى حسابي، تذهب مباشرة إلى الأمان. بعد النقر على الأمان سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل. سوف يعطيك هنا مجموعة من الأمور المتعلقة بالحماية. هنا لديك مفاتيح المرور، سوف نشرحها إن شاء الله في حلقة قادمة. هنا التطبيق الخاص بالمصداقية، كذلك هنا طلب من جوجل إرسال لك الرمز، كذلك هنا الهواتف، وكذلك الاحتياطية المخصصة لعملية التحقق بخطوتين، وكذلك قمت بتفعيل هذه الميزة سوف أريكم. فأنا مفعلة لدي على الحساب الخاص بي كما تلاحظون، فهي مفعلة تحقق بخطوتين. لكن سوف نقوم بإضافة ميزة أو طريقة ثانية للتحقق بخطوتين في حالة ما قمنا بفقدان الرقم الهاتف أو لا نستطيع الحصول على الرموز على الهاتف الخاص بنا من خلال رسالة SMS. سوف نحتاج إلى تطبيق الخاص بالمصداقية. جيد، بعد ذلك نذهب مباشرة إلى النقر على خيار خاص بالتطبيق الخاص بالمصداقية. فبالنسبة للتطبيق فأنا قد قمت بتثبيته على الهاتف الخاص بي. هذا هو التطبيق، فأنا قد قمت بتثبيته على الهاتف الخاص بي. فللإشارة فلا يظهر على الهواتف الشاومي نظرا لخاصية الحماية التي تتوفر عليها هذه الهواتف. الآن التطبيق الخاص بالمصداقية، بدلا من انتظار الرسائل النصية يمكنك الحصول على الرمز بإثبات الهوية من خلال التطبيق. ويعمل هذا التطبيق حتى عندما لا يكون الهاتف متصلا بالانترنت، يعني هذه الميزة فهي رائعة جدا. أولا عليك تنزيل التطبيق على الهاتف الخاص بك من خلال متجر جوجل، وكذلك جوجل بلاي، وكذلك البلاي ستور وغيرها. نقوم الآن بعملية إعداد التطبيق. ننقر عليه بهذا الشكل. هنا سوف يطلب منك أن تقوم بالتوجه إلى الهاتف الخاص بك، وبعد ذلك تقوم بعمل بعد التوجه إلى الهاتف الخاص بك سوف تقوم بالنقر على علامة الزائد التي تظهر في أسفل التطبيق، تقوم بالنقر عليها. بعد ذلك سوف تختار سكان كير كود. بعد ذلك سوف يعمل عمل سكان للكود أو عمل مسح للكود خاص بالاستجابة السريعة. بعد ذلك مباشرة سوف يتم التعرف على الحساب. عندما تقوم بإضافة حساب جديد إلى التطبيق يعرض النظام رمز الاستجابة السريعة الخاص بالحساب. بمجرد عملية المسح باستخدام التطبيق يتم تسجيل الحساب ويتم إنشاء رموز الاستجابة السريعة الدورية للتحقق من الهوية. بعد ذلك سوف تقوم بإدخال الرمز الذي سوف نقوم بإدخاله الآن كما يظهر أمامكم. ننقر على التالي، ثم هنا سوف نقوم بإضافة الرمز 366 ثم 884، ثم ننقر على عملية إثبات صحة العنوان. ننتظر. كما تلاحظون الآن قد قمنا بتفعيل، الآن قد قمنا بربط حسابنا جيميل بواسطة التطبيق الخاص بالمصداقية. إذا لاحظتم معي هنا تمت إضافة خطوة لتسجيل الدخول عن طريق التطبيق الخاص بالمصداقية. فهذه الطريقة رائعة جدا كما قلت، فحالة ما تواجه مشكلة في عملية التوصل بالرسائل SMS على الهاتف الخاص بك أو من خلال الرقم الخاص بك، يمكنك استخدام هذا التطبيق. فقط يمكنك أن تقوم بتثبيته على الهاتف الخاص بك، وبعد ذلك عندما تريد أن تقوم بتسجيل الدخول على الحساب الخاص بك جيميل سوف تتوصل بهذه الرموز. هذه هي الطريقة
كما قلنا لحماية الحساب الخاص بك في حالة ما تم مثلا نسيان كلمة سر أو اختراق الحساب، يمكنك استعادته من خلال هذا كما قلنا التطبيق الخاص بالمصداقية. ناهيك عن الأمور الأخرى المتعلقة ببريد الاحتياطي وكذلك الهاتف الاحتياطي وغيرها من الأمور التي سبقا شرحناها من قبل. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.